الرجل الذي قتل 99 نفسا في الأمم السابقة ثم بدا له أن يتوب. شوف ما في أحد نقول هذا ميؤوس منه، رجل قتال يقتل 99 نفس، صغار كبار، يتم أطفال، رمى النساء، ذبح صغار، ثم أراد يتوب. فسأل قال يا جماعة دلوني على واحد عالم أسأله يجوز أتوب، كيف أتوب؟ فدلوه على رجل عابد، ما هو بعالم، عابد راعي صلاته. فأقبلوا إذا هذا العابد يتعبد، فقال أنا قتلت 99 نفسا لي توبة. نظر إليه العابد قال 99 نفس؟ لا لا مالك توبة، ما لا يمكن يقبل الله توبتك، 99 نفس من يجد حق هل يطلع حق هالأيتام وهالمساكين، مالك توبة. فطعنه قتله، قتل هالعابد. ثم مضى يفسد في الأرض ثم بدأ له أن يتوب. شوف الإيمان شغال. فسأل عن عالمه الأرض فدل على رجل عالم، جاء ودخل مكان عند العالم وجلس. أنا عندي سؤال، نظر إليه العالم إلا وجه واضح أنه صاحب معاصي وقتل وجرائم، تخيل واحد قاتل 100 نفس أكيد سيتضح عليه ذلك. قال أنا قتلت 100 نفس قتل، هل لي من توبة؟ فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أنا مش رب العالمين اللي أحدد أقبل توبتك ولا لا، اللي يحدد يقبل توبتك ولا لا الله. ما أحد يقدر يمنعك تدخل على الله، أنا ممكن أمنعك تدخل بيتي، أمنعك تدخل على الملك، تدخل على الأمير، تدخل على الرئيس، الله ما أحد يستطيع أن يمنعك من الوقوف بين يديه. في ليل، في نهار، في سماء، في بحر، في ظلمات الأرض، تستطيع وأنت غايس في البحر تسجد بين يدي الله، ما أحد يقدر يمنعك يحول بينك وبين الله، ما يقدر. من يحول بين أصلاً من يقدر يمنعك من التوبة؟ سؤالك نفسه خطأ، هل لي من توبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ لكن أنت في أرض فاسدة، ما دام قتلت 100 نفس ما أحد وقفك، معناه كل الأرض قتل وما قتل وظلم. لكن اذهب إلى الأرض الفلانية فيها قوم يعبدون الله، عبد الله معهم، غير بيئتك. فمضى ثم مات في أثناء الطريق، ونزلت ملائكة الرحمة ملائكة العذاب فاختلفوا فيه. ملائكة الرحمة تقول هذا أقبل تائبا، ملائكة العذاب تقول أصلا ما عمل خيرا قط، كيف تدخلونه الجنة؟ هذا ما سوى خير إلى الآن، ما وصل إلى البلد الطيب. فأنزل الله تعالى ملكا ثم حكم له بالجنة وغفر الله تعالى له، والله جل وعلا يرضي أولئك إذا كان لهم حقوق عليه، يرضيهم الله تعالى يوم القيامة.